العام اللي فات صورنا قيمة أكثر من 200 مليار تونسية عقارات في تونس الكل. ساعات نتصدموا من سوم العقار ونقولوا شبيه غالي، لكن ماهوش غالي. الحاجة الوحيدة اللي تحدد قيمة العقار واللي تخليه يكون الفالور متاعه ساعات ما نجموش نستوعبوه هي الندرة. ساعات تلقى دار كيف ما ذي، وحتى كان عندك 10 مليارات ما تنجمش تعاود كيفها. أول حاجة البلاصة امبوسيبل كانت نجم تلقى كيفها. ثاني حاجة الماتريال اللي محطوط في الدار الكوليكا وحده برك يسوى فوق 2 مليون دينار، والأرض اللي احنا عليها تويكا تسوى قريب 4-5 مليون دينار. دونك الفيلا متاعنا باللوكس بالدنيا هذه الكل باللومبلاسمون بالليزوبسيون مانيفيك اللي نلقاهم في البروبريتي هذه تقعد ديما فرصة. لازمكم تويكا تعملوا فيها دورة وناخذوا فكرة على العقار متاعنا من الأول حتى للآخر. قابلوا بالضبط نلقاو المين فيلا، معناها الفيلا برينسيبال اللي العقار متاعنا اليوم يحل على أربعة أنهجة ولا أربعة طرقات. شنقاو بيسين أو ميليو في جردة ومساحة متاع 2200 متر مربع. نحكي لكم على البني والديتاي متاع الفيلا هذية البروبريتي هذية دو أجوز كازيد في الهاوس تورة اللي باش نعملوها تو. تويكا احنا قدام الفساد متاع المين فيلا، الفيلا برينسيبال. الفيلا برينسيبال فيها مساحة مغطاة 900 متر مربع وفيها ما يقارب 1.6 مليار رخام. دونك الفيلا متاعنا باش نعملو فيها دورة في وسطها، فما قبة وسباس عربي يعمل 66 كيف. نمشيو مع بعضنا ونعملو دورة في البروبريتي متاعنا اليوم. ما شاء الله عنا هذيا لونتري برينسيبال متاع الفيلا متاعنا اليوم. كيف ما تشوفوا لهنا اونتري مزوقة، الباب مخدوم كليك رخام، هذاك اللي تراو فيه القوس كليك رخام. وباب عربي، باب الخوخة، شقاو جردة هكا وسباس قدام الفيلا متاعنا اليوم. احنا مباشرة مقابل البحر بالضبط، يعني شنقاو لونتري برينسيبال موجودة على اليسار من هنا. نلقاو لونطري برينسيبال من هنا، فما كياس من هنا، كياس في السور غاديك بجنب الفيلا يدخلنا البحر ديريكتومون. كي تلاحظوا لي ديتاي الكوليكا كل شيء كلها رخام، يعني الارضيات الكوليكا مخدومه برخام. هذايا مدخل السياره باش نلقاو يعطينا ديريكتومون على جراج نستعمل زي. طب بعدين نشوفوه من السوسول. دونك عندنا سوسول ريتشوسي و برومي ايتاج، يعني ثلاث نيفو موجودين في الفيلا نتاعنا اليوم. فما دوزيام اونتري نلقاوها في البارتي اللي من الجهه الاخرى. دونك كيف ما قلت لكم الكياس يدور يعني يدور بالفيلا الكليك، وفما باركينغ ديجا مقابل البحر قدام الدار بالضبط. دونك فما دوزيام اونتري نلقاوها من هنا، وتحته ما غاديش نلقاو لوكال تكنيك. توا نمشيو مع بعضنا ونعملوا طلة على الفيلا وندخلوا نشوفوا العقار متاعنا من داخل كيفاش. نمشيو مع بعضنا ونبداو جولتنا في العقار نتاعنا اليوم. بسم الله ما شاء الله. دونك نلقاو سقيفة لهنا، سقيفة عربي، هاك عندك بدا ضيف باساجي ولا حاجة ما تحبوش يدخل الدار، دونك تنجم تستقبلو لهنا، تنجم تشرب معاه قهوة لهنا، تقضي شهورك معاه، تبعثو يروح، دونك نورمال ياسر. فازا باهية باش تحافظ على حرمة الدار إذا كانت عائلة محافظة ولا حاجة، دونك سينو تقعد أن كوان ديكوراتيف مزيان برشا. دونك عندنا لهنا دوزيام بورت مخدوم بالبلار، مخدوم زينتو باليد، حاجة مضخمة برشا. وشوفوا معايا الروعة لهنا في الصالون في لونطري، شوفوا ما شاء الله التصميم والروعة متاع البارتي هذيا. نلقاو قبة مزيانة برشا،
عندنا ليفينج يحل على تراس كبير مطل على البحر مباشرة. احنا توا دخلنا باش نلقاو روحنا في البرومي ايتاج على خاطر النيفو نتاع الكيس اعلى من النيفو نتاع البحر. نلقاو الارضيه الكل رخام، كل شيء من المفخم، كل شيء حاجه طياره برشا. هذه التراس نتاعنا وقدام واش نلقاو الشالي اون بوا. مباشرة قدام الدار تلقاو الشط، بيسين، جردان، دوش اكستيريور. بعديكا باش نمشيو نعملو طلة فيهم مع بعض. عندنا لهنا زوز شبابك الكبار هذوما تابعين الصالة، عندنا شومبر اكوشي غاديكا، وعندنا لا دوزيام اونوتخ شومبر اكوشي في الشيرة الأخرى. في الفيلا نتاعنا اليوم باش نلقاو موجود سبعة بيوت في الفيلا برانسيبال، وش نلقاو فما ثلاثة بيوت في الشالي مع سالون وتراس فيو سور مير وفرون دو مير ديريكتومون كيما قاعدين تشوفوا في اللوفي دو سولي. دونك هذايا بالنسبة للطابق نتاع الريتشوسي. بعديكا واحنا هابطين باش نمشيو للجردة باش هاديهم بوا باش نتعداو من هنا وباش تشوفوا مفاجأة، باش تلقاو حمام كوان عربي شي يعمل 66 كيف. دونك في البارتي هذيا باش نلقاو لهنا عندنا سال دو بان في الجهة هذي، عندنا الكازيسكالي في الجهة هذي يطلعنا لل بروميي ايتاج، وعنا في الشباك هذاك منظرها باش نشوفوه مع بعضنا اللي هو القصر نتاع قليبيا، وحنا تويكا نحوسو في قصر صغير. دونك هذه هي شومبر اكوشي بور لي زانفيتي بتاتر ولا شومبر دامي، فيها دراسين براتيكمون على كبر الحيط. ما شاء الله. نمشيو من بعضنا ونكملوا الدوره باش ناخذوا فكره على العقار نتاعنا كامل في البلوك نوي. قبل ما نمشيو نشوفوا من بعضنا التحفه اللي شرقها مقابل الدار بالضبط. مقابل عندنا لهنا الجبل هذاك اللي موجود عليه القصر نتاع قليبيا، فاحنا موجودين في قليبيا تويكا في المنصوره. هذه القبة نتاعنا اللي كنا نشوف فيها بكري. زخرفة عربي باش ما نقولش مغربية. اطلال على السالون ما شاء الله. الأرضية كيف ما قلت لكم رخام، وين تغزر ترى رخام، عرسة رخام، منهم عرسة تسوى 350 ألف دينار موجودة في الفساد، موجود منها أربعة. دونك حاجات روعة ومميزة جدا. هذا اللي كنت نحكي لكم عليه، كونوا الفاكتور يمكن أكبر فاكتور يساهم في غلاء الدار اللي هو الميزة متاع العقار هذا. فما حاجات ما تنجمش تعاودوا، معناها حتى باش تنجم تعاودهم حتى عندك ضعف المبلغ نتاع العقار، دونك ما تنجمش تعاودهم. دونك هذا هي البلوك نوي، نلقاو فيه بلوزيغ شومبر اكوشي. لهنا عندنا وحده كيف كيف زاد فيها تراس وقاعده حلوه على البحر.
شوفوا ما شاء الله. هذا الشاليه نتاعنا، بعد نمشي نعرف فيه طلع. لي تيراس من بقيت الغرف الشرقاوة من هنا. نحس ونسمة البحر شي يعمل كيف. نمشيو مع بعضنا ونشوفوا بقيت الغرف. عندنا غرفة أخرى زادا كيف كيف إطلالة ما شاء الله. الفيلا نتاعنا عندنا ممكن أكثر، فيلا معناها برانسيبال عندنا أكثر من 1000، من 1000 وأكثر، أكثر من 900 متر مربع مساحة مغطاة. دونك لهنا فما بيت أخرى هاي مسكرة، من غاديكا فما سال دو بان، زادا كيف كيف مدخمة واسعة. وعندنا لهنا الماستر بيدروم، ماستر بيدروم شلقاو على دو بارتي. لهنا البارتي الأولى فيها كي أن بتي صالون، تيراس زادا فيو سور مير ما شاء الله. شوفو الروعة. الأرضية وين نمشيو كل أرخام، أرخامهم من أغلى ما فما. ماستر بيدروم زادا كيف كيف واسعة مضخمة. عندنا فيها شامبر سويت و دريسينغ و كوان بيرو من هنا. بسم الله، شوفوا شوفوا الروعة. قاب سال دو بان فيها جاكوزي، عرس رخام، أرضية كوليك رخام من الأنواع المميزة. حتى الحيوط هذا كيف كيف. دونك في السال دو بان هذا كيف كيف تاع الماستر بيدروم باش نلقاو دوش ايطاليان مسكرة، لي ديتاي الكوليكا مخدومين نو بالرخام، الحيوط. شوف الرخام هذايا ما بانو محلاه لونو، شي يعمل كيف ما شاء الله. كاو هذه مرايا راهي ماهيش باب. دونك مشيو مع بعضنا ونكملو بقية الدورة ونشوفو الدار من الكوتي الأخرى اللي هي كوتي مير. نمشيو توا كان نعمل دورة في الشاليه، ناخذ فكرة على الجردة، لي زوبسيون اللي نلقاهم ديسبونيبل في الجردة نتاعنا، ونكملو مع بعضنا تك تك. هالي دونك من البارتي ليفينغ سالون نلقاو دوز اكسي لل للبلوك اللوطاني. دونك فما دروج مغادي، فما دروج واحد اخر بجنب يتبع الكاش ديسكالي هذايا. نمشيو مع بعضنا ونعملو طلة على الفيلا نتاعنا. دونك دار ايكيبي بشوفاج سنترال، فما تانك تون بعد نوريهولكم تاع فيول ديجا لشوفاج سنترال، خاطر زون هاذيا قليبيا و البارتي هاذي منلقاوش فيها، منلقاوش فيها معناها غاز دو فيل. دونك دانكو فما شوديرة بالواحد بالفيول. دونك هذاك الدروج الثاني اللي نحكي لكم عليه، منه ديريكتومون باش نلقاو ممشى كلوار كيف ما هكا. كلوار يعاقبنا ديريكتومون على جردة والبيسين. اغوش نلقاو الحمام، ارضية كيف كيف كالعادة، رخام الحيوط رخام زادا كيف كيف، لان يعني عندنا دوش ايطاليان وعندنا حمام عربي بامخ في شويه اونتروتيان تاويكا قاعد يتصلح. هنا الباسان نتاعو فيه الفازات تاع الحمام الكل بارد وسخون هذيك كيما تراديسيونيل نتاعنا، لكن طريقه فخمه ومزيانه برشا.
عندنا ان كوان لهنا تلقاو كوان عربي مزوق حاجه تخو الاقل. شوفوا الزينه، شوفوا الزخريف والديكور اون جينيرال، حاجه يونيك. هذه جره نتاع بحر ولا صاروخ ولا ما نعرف، حديد اون برينسيپ صاروخ، صاروخ نتاع الحرب. دونك نلقاو فما فونتين في الجهه هذه، فونتين مزيانه برشا، فيها الفازات نتاع البحر الكل. الديكور نتاعها مخدوم اون ماربر زادا، نقولكم اون رخام. هذا الدروج اللي هبطنا منه بكري، شلقاو قاعدة لهنا عربي، اون شومبغ كوشي في البارتي هذيك، معاها سال دو بان نتاعها. وهذايا الكوان اللي يعطينا على نيفو نتاع الجردة، كيما قلتلكم التيران التيران انكليني هكا شوية، الشيرت البحر، دونك استغلوه بالباهي باش طلعوا سوسول وريتشوسي في نفس الوقت. وكذا كوان نلقاو سالون اخر بجنب الكوان العربي والكلوار اللي كنا نحكيو عليه، فما سال دو بان زاد كيف كيف اغوش من هنا، اون اوتر شامبر كوشي نورمالمون. بالضبط فما دوزيام كويزين، فما دوزيام كويزين في الجهه هذه. تتقون هذه توا وين بكري درت الدار كامله شبر شبر، وتوا وين فقت بها اللي هي كوجينا. دونك افونتاج اخر، دونك كوجينا مضخمه بيان ايكيبي، ما ناقصها حتى شيء، فيها ان كوا روبا زاد كيف كيف، اطلال حلو على البيسين. يعني كان عندك عشاء ولا سيرفيس على في الجردة في التراس البراني، دونك تنجم تخدم روحك من هنا، باسكو فما باب يعقبنا على التراس تو بعد نشوفوه مع بعض. باش نلقاو هنا سال دو بان، دريسينغ زي بلاكار، وهنا صالون اللي كنا نحوسو فيه. دونك باش نلقاو التراس حلو في الجهة هذي، يعطي على صالون اللوطاني نتاع الريتشوسي والا سوسول كيما صح التعبير. عندنا بيسين من هنا، فيها قاعدة حلوة وطاولة نتاع شيء يونيك برشا. هنا عندنا بير وبجنب الشاليه عندنا بير اخر، دونك لونطري اللي كنا نحكيو عليها بكري موجودة غاديكا، دونك الدار يحدها الطريق من الشريط الكل. في الجهة هذي باش نلقاو لوكال تكنيك، بجنبو باش نلقاو لي تانك نتاع الماء، لي تانك نتاع الماء ومتاع الفيول. نمشيو مع بعضنا نطلعوا فوق البيسين وندخلوا نشوفوا الطاوله نتاعنا والاطلاله نتاعها، طاوله العشاء. كيش نلقاو جسر هكا صغير مع بعضنا، يعطينا على الطاولة فيو سور بيسين وعلى لي تيراس نتاع الفيلا نتاعنا اليوم. في آخر تيران تلقاو جردة واسعة معها بيسي، معها اسمو الشاليه نتاعنا اللي نعمل عليه الطلة. أكيد راكم شفتوا ستوريات الانستغرام تقولوا هذايا وين. دونك عندنا طاولة لهنا تدور نتاع عشاء نتاع قاعدة، حاجة مريحة برشا، خاطر عندنا نسمة لهنا غير عادية في شط المنصورة اللي يعتبر من أحسن الشطوطة اللي في العالم. كي جيتو المنصورة، المنصورة بزرك نتعرفوها، منصورة وقليبية. دونك نلقاو لهنا كوان آخر نتاع كوان نتاع كويزين، نلقاو فيها فريجيدير نتاعها، فورة بوا. دونك لو نيسيسار كلش نلقاوه موجود للباربيكيو، لازم الكل موجودة هكا مسكرة بالبلار ومغطية من فوق فيها الضو، كل شيء بيان ايكيبي.
ان بتي كوان هنا نتاع الجرده حاطين فيه بلوزيوغ بلانت اكزوتيك وديكوراتيف في نفس الوقت، نلقاو الوان واشكال مختلفه ما شاء الله. نخلات حسيلو برشا قعدات نلقاهم في الفيلا نتاعنا. هنا عندنا شاليه نتاعنا الجهه هذه، اكيد راكم تسمعوا في صوت البحر في الفيديو. دونك هذه الباك يارد نتاع الفيلا نتاعنا، ما نعرفش نسميوها باك يارد ولا لا، على خاطر الدار فيها أربعة بيبان، باب برانسيبال والباب الاخر والباب الاخر والباب الاخر والباب اللي تدخل منه للبحر زاده. دونك عندها كات فساد الدار، العقار نتاعنا عنده كات فساد، ما يلصقوا حد من اي شيره. دونك كهو مشيو مع بعضنا ونعملوا طله على الشاليه نتاعنا. ما شاء الله حاجه ضخمه برشا. مشيو ندخلوا ديريكتومون الشاليه نتاعنا، في حاجه سبيسيال نفسرها لكم في وسط الفيديو. دونك في ال الانتري باش نلقاو كوجينه، باش نلقاو 3 شامبر ا كوشي و 2 سال دو بان ودروج يطلعنا الفوق. نورمالمون في العاده في الديار باش نلقاو ديما البلوك نوي باش نلقاو الفوق واللوطه تلقاو في شامبر دامي. هنا عندنا اس بلس 3 سالون ليفين كوزين كل شيء اوبن سبيس. علاش؟ على خاطر هذه البلاصه نتاع تفريد. دونك كيش نتفردو نستحقو كوجينه والشومبر كوشي اكسيسيبل للجرده باش نرتاحو ديريكتومون. بقى فما دوزيام بارتي اللي هي مهمه برشا باش تشوفوها، شوفوا واش عملوا في البرومي ايتاج. دونك عندنا 3 شومبر كوشي واسعين بالكليماتيزي اون بوا، فيهم لي دريسينغ نتاعهم الكل. بيت النوم الاخرى، شوفوا معايا لهنا البنا ديريكت فون دو مير. دونك هذاك الطريقه اللي ماشيين منه العباد، هذاك البارتي الاخرى نتاع البارتي الاخرى نتاع الطريق، معناها الطريق رقم 4. دونك من هنا زاد كيف كيف مانيش نشرب حتى شيء، جست باركينغ باركينغ والبحر. كوان دي برا صغير باش نلقاو هنا دوش بالواقع، دوش ايطاليا. حاب ياخذ فكره على البني باللوح، هذه فرصه، هذا اول فيديو نصور فيه دار باللوح. اون برانسيب راهو لجنه في سبونسور نتاعي في الفيديو هذايا، اما ربي يهدي للكابيتاليست، ما يحبوش اللي يخدم على روحو، يحب شكون يسرقهم شكون يخدم اخو عليهم، يحبو الخدامه اللي تكركر. دونك عندنا ما شاء الله السالون واسع، سالون ايمونس، مساحته تقريبا 120 متر مربع بالتراس نتاعو. شوميني فونكسيونيل كيف كيف، مخدومه بالرخام بطريقه طريقه مزيانه برشا. سالون زاد كيف كيف ايمونس، ليفينغ تلفزه كبيره تفرهده. وعنا اطلالة حلوة على البحر من التراس. شو بعضنا ونعمل اطلالة على التراس متاعنا. بحر هيج اليوم، البارح ركح
اما ديما ما شاء الله يقعد ديما بحر المنصورة من اجمل البحورات اللي راهم في تونس ولا في الافريق الكل ما شاء الله. قصر متاع قليبيا الفور هكا نلقاو هذيك غير مغيمة شوية من هنا نجم نشوفو ايطاليا. كهو ان شاء الله عجبتكم البروبريتي نتاعنا اليوم. نخلي لكم رقم الملاك في صندوق الوصف اذا كانك على يوتيوب، سينو تلقاوه في التيتر على الفيسبوك. كهو، واذا كانك كان بروبريتير والا اجنسي موبيليير وصابد عليك اون بروبريتي باش تسوقها كيك سوا للكرا والا للبيوع، دونك تنجم تتواصل بيا نجي نعمل لها دوره بقدرة ربي تكري ولا تتباع. كهو لي ميزون دو زاد فكرة باهية، كان هبط لكم فيديوهات تنجموا تسوقوا البرودوي نتاعكم على الشيل انترناسيونال. كهو سي يو سون، ميك شور تو سبسكرايب تو ماي فيديو اند اي هوب يو لايك تودايز فيديو. صحة، نمشي البحر توا.